السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير متابعينا الكرام، وياكم اخوكم عبد الله سعود الشمري. مثل ما عودناكم انه ننزل لكم يوميا منتج جديد او اي شيء يوصلنا جديد نحب نسوي لكم عليه مراجعه ونعطيكم عليه معلومات قبل لا تشتروا. اليوم حبينا نسوي لكم مراجعه على ثلاجه الجنرال، ارخص ثلاجه بابين حجم 26 قدم. هاي اللي هي تاشي حجم ال 20، صوروا لهم اياها، باعوا الفرق بالحجم، وهاي 26 الجنرال. راح يكون فرق من ناحيه السعر ومن ناحيه المواصفات، لكن قبل كل شيء اتمنى من يومكم تصلون على النبي محمد وتفعلون زر الجرس والاشتراك بالقناه. بالبدايه راح نتكلم على شكلها الخارجي. اولا الثلاجه راح تجي باللون الابيض فقط، راح تكون مغلفه بالكامل من النايلون، وايضا راح تكون مصنوعه من المعدن. حجم هاي الثلاجه حجم 26 قدم، راح تشتغل بنظام الفريز التجميد وليس بخاخ. الفريز مالته راح يكون حجم عملاق قرب منهم عزوز ويهودي. هذا الفريز مالتها فريز ظاهري، الفريز اللي يعطيكم ثلج. الاغلب العالم العراقيين يرغبونه بسبب الكهرباء، لانه اذا انقطعت الكهرباء هذا الفريز راح يكون فيه ثلج، فراح يستمر التبريد بعكس البخاخ. وايضا الباب راح نشوفه مصنوع من الستانلس ستيل، وايضا راح تكون به حوافظ كلش حلوه، بالاضافه الى التغليف راح يكون تغليف كلش قوي، راح تحفظ لك التبريد لنسبه 48 ساعه، يعني يومين راح تظل الثلاجه بارده. النظام التشغيل هاي الثلاجه راح مثل ما ذكرنا لكم نظام تشغيل فريز وليس بخاخ. الماطور بهاي الثلاجه راح يكون كومبريسور، راح يعطيك تبريد كلش قوي، والكومبريسور راح يكون به ضاغط، ضاغط للفوق وضاغط للجوة، يعني الفوق اذا درجة برودتها ثابتة والجوة تتحكم درجة برودتها، انت تقدر تتحكم بالفوق والجوة حسب رغبتك. راح يكون المنفصلات اعزائي. الثلاجة راح نتكلم لكم عليها، الثلاجة الداخلية راح تكون تحتوي على خانات. هاي الاولى الخانة سلة، والسلة الثانية تقدر تخلي بها طالة او قلاصات او اي شيء تحتاجه انت، والسلة الثالثة بالاضافة الى جامة اخيرة او رابعة، ومجرات عدد اربعة. عندكم هذا مجر وذني مجرات اثنين، تشوفونها واسعة جدا من حيث المساحة. زر التحكم راح يكون موجود بالخانة الفوق، تقدر تتحكم به انت عزيزي. بيها تقريبا 7 درجات تبريد تتحكم بها حسب البرودة. راح نشوف الباب مالتها، راح يكون بها حافظة مال بياض، وايضا خانات، خمس خانات موزعة على الباب تقدر تستفاد من يمه. الثلاجة راح تكون بدون اي ادات، راح تكون فتحتها واغلاقها جدا سهل. بالنسبه لسعر هاي الثلاجه راح يكون عليها عرض، او يمكن ارخص سعر راح تشوفه موجود على مستوى العراق، سعرها 239 دولار، تاريخ اليوم يطلع 505000 دينار، ضمان بها لمده سنه كامله واسبوع استبدال. بنهايه الفيديو اتمنى منكم تكونوا استفادتوا، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه. حياكم الله والف الف.